خيارات حرجة أمام القائمة العراقية التي تعيش أزمة تحالفات مع القوى الأخرى برغم ترجيح فوزها ومن ثم أحقيتها وفق الدستور النافذ في تشكيل الحكومة بعد حصولها على 92 صوتا في الانتخابات الأخيرة. حرجة موقفها بدا بعيد إعلان اتفاق الائتلاف الموحد بزعامة السيد الحكيم ودولة القانون برئاسة السيد المالكي الذي أدخل الأزمة في بعد آخر نتيجة العزلة التي قد تقع فيها القائمة العراقية التي تنادي بعلمانية الدولة بعيدا عن الطائفية والمحاصصة السياسية. إذن ما المخرج الذي تسعى إليه العراقية؟ هذا ما سنناقشه مع ضيفنا من بغداد النائب حسن العلوي عضو القائمة العراقية والمفاوض فيها. أهلا بك أستاذ حسن، ولكن قبل الحوار اسمح لي فلنشاهد معا هذا التقرير للزميل ماجد حميد. في الوقت الذي جددت فيه القائمة العراقية احتفاظها بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة المقبلة بوصفها الكتلة الفائزة بأعلى الأصوات، قطع زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي الطريق أمام رئيس القائمة العراقية أياد علاوي بتشكيل الحكومة، معتبرا أن هذا الموضوع بات فقط للائتلاف الجديد وهو المعني بها، لتذهب العراقية لتشكيل لجنة قانونية للدفاع عن حقوقها بحسب قادتها في تشكيل الحكومة المقبلة. احنا ملتزمين بقرار الشعب العراقي وبالاستحقاق الدستوري والديمقراطي، وهي الديمقراطيات بالعالم كلها تشير الى ان الكتلة الفائزة هي الكتلة التي تكلف بتشكيل الحكومة. هذا موضوع قرر الشعب العراقي، مو احنا اللي قررناه. معالم صورة تشكيل الحكومة العراقية غير واضحة رغم الإعلان عن تحالف يضم ائتلافين وهما ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان المقبل. ويؤكد مراقبون من الائتلافين أن مرشح رئاسة الحكومة المقبلة سيقتصر عليهما على الرغم من عدم توصلهما بعد اختيار مرشح لتولي المنصب. كان التوجه منسجما وطبيعيا باتجاه ضرورة دفع العملية السياسية، دفع العملية الحوارية، باتجاه تفعيل الاتفاقات التي حصلت. ويبدو أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى تقديم المزيد من التنازلات الحقيقية من جميع الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات دون استثناء لحلحلة الأمور وعدم ترك عملية تشكيل الحكومة تسير دون نهاية محددة. ملامح تشكيل الحكومة العراقية لا تزال ضبابية برغم اتفاق الأكراد على الدخول في المفاوضات مع الائتلافات الأخرى بقائمة واحدة من أجل رسم صورة الحكومة المقبلة. لبرنامج من العراق ماجد حميد، العربية، بغداد.